السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ موافقة ميليشيا الحوثي خطيا على تنفيذ القرار الأممي 2216. وقال إسماعيل ولد الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال إن الحوثيين وافقوا خطيا على تنفيذ القرار الأممي، وكان حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أعلن استعداده للتفاوض واستئناف العملية السياسية وبدء التفاوض لوضع آلية تنفيذية للقرار الأممي 2216 تنظم عملية الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة من جميع الأطراف وإنجاز ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: موافقة ميليشيا الحوثي على القرار الأممي في هذا التوقيت، وما جدوى استئناف العملية السياسية في ظل تأريخ حافل بالتنصلات والمراوغات والخداع. كلما تشعر الميليشيا بخطر نهايتها تذهب نحو البحث عن طوق نجاة من خلال التفاوض السياسي من جديد، لكنها هذه المرة هي تحاول تحريك ورقة التفاوض وإحياء العملية السياسية، تجد نفسها مضطرة لإنقاذ ما تبقى من قدرتها العسكرية، أو على الأقل تأجيل مدة السقوط ومحاولة الخروج بمكاسب تجعلها حاضرة في المشهد القادم بعد تصاعد عجلة الحسم العسكري على الأرض وإصرار قوات الشرعية والمقاومة على وضع حد للانقلاب وإعادة الشرعية للبلاد. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة من دبي عبر الهاتف: الأستاذ المحلل السياسي علي الزكري، وأيضا الأستاذ عبد الله إسماعيل من القاهرة المحلل السياسي. ولكن قبل ذلك نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود، ابقوا معنا. ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الموفد الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقة الحوثيين على تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن. ولد الشيخ قال هذه المرة إن الحوثيين قدموا التزاما خطيا بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، لكنه لم يقل إنهم اشترطوا التنفيذ وفق الرؤية التي سبق لهم تقديمها قبل أكثر من شهر، والمكونة من 7 نقاط والتي تشترط عدم عودة الرئيس هادي إلى اليمن. النقاط 7 هي سقف المبعوث الأممي الذي وضعته الميليشيا وحزب المخلوع صالح تحته، والتي تتلاعب معها وفق سياسة العصا والجزرة التي بات ولد الشيخ مشغولا بها في طريق بحثه عن أي نجاح ولو حتى شكلي في مهمته التي تكبر حجمه كثيرا. تنهزم الميليشيا في مأرب وتتراجع في الشريط الساحلي، فتوغل في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، ولتغطية خسارتها تلجأ لتحريك ورقة إحياء المفاوضات. السيناريو ذاته الذي أعلن عنه اليوم كان حاضرا بنفس النقاط والتفاصيل والأشخاص بعد طرد ميليشيا الحوثي وصالح من مدينة عدن. اعتاد حزب صالح والحوثي على المراوغة وتشتيت الانتباه ومحاولة كسب الوقت لإعادة ترتيب مواقعهما على الميدان والبحث عن عون خارجي، تحديدا من طهران التي يتواجد فيها وفد للميليشيا يسعى جاهدا لمحاولة كسر الحصار العسكري المفروض عليه، ويستجدي جنرالات الخميني المشغولين جدا بالملف السوري. في مضمون الرسالتين التي أرسلهما الحوثي وحزب صالح لأمين عام الأمم المتحدة بان جي مون التأكيد على التزامهم بالنقاط 7 التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط مطلع سبتمبر الماضي مع المبعوث الأممي، والتي أعلنت الحكومة رفضها التام والقاطع لها جملة وتفصيلا، وبالتالي لا يمكن البناء على الالتزام الخطي ما لم يتضمن الموافقة غير المشروطة على تنفيذ قرار مجلس الأمن والبدء بالانسحاب التام من المدن وتسليم السلاح الثقيل. وهذه هي رؤية وموقف الحكومة ومن خلفها التحالف. يدرك الحوثي وصالح أن الأرض تتسرب من بين أيديهم، ولذلك يحرصان على تأجيل مدة السقوط ومحاولة الخروج بمكاسب تجعلهم حاضرين في المشهد السياسي القادم وإعادة السيطرة عليه من جديد والحفاظ على ما تبقى من قدرات عسكرية لديهم. ونجاحهم في ذلك يعني جر البلاد لمرحلة انتقام جديدة لن تنتهي، ولا خيار أمام العالم إذا ما أراد حل المشكلة اليمنية غير الضغط الكامل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشكل كلي ومتزامن وإخراج القتلة من المشهد السياسي بشكل تام.
بما يضمن عدم تكرار كل هذا العنف والفوضى. عدنا معكم مجددا مشاهدينا الكرام، وابدا مع ضيفي من دبي المحلل السياسي الاستاذ علي الزكري. استاذ علي مساء الخير. اهلا بك استاذ علي. بدايه، كيف تقرا موافقه ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع لتنفيذ القرار الاممي 22/16 دون اي شروط؟ اولا ليس هناك اي التزام وليس هناك اي ذكر لكلمه بلا شروط. الرساله التي ارسلت والتي تم تسريبها من قبل البي بي سي صباح اليومنا هذا تتحدث عن التزامهم بالبنود السبعه التي بنود مسقط، وهذا يعني نعم. ان هناك شروط. نعم يعني، ولكن استاذ علي اسمح لي في هذه النقطه. نعم استاذ علي اسمح لي في هذه النقطه. نعم. لان مبعوث الامم المتحده ولد الشيخ كتب على صفحته على الفيسبوك بانهم وافقوا على القرار دون اي شروط. يكتب ولد الشيخ في صفحته على الفيسبوك ما يكتب، لكن نحن الوثائق التي سلمت الى مجلس الامن تنص على هذا، يعني ليس هناك اي التزام خطي بسبب التنفيذ الكامل للقرار دون شروط، ولو كان هناك اي التزام من هذا القبيل لما احتجنا الى كل هذا الامر يعني. نعم. انا وايضا انا لا اعتقد انه الحوثيين او علي عبد الله الصالح في وارد ان يقدموا هكذا التزام، هم الان هم يبحثون عن فسحه من الوقت، يبحثون عن خلط للاوراق، وان يعني نحن سئمنا مغالطاتهم وحيلهم والاعيبهم، ولا اعتقد انه ان هذه الحيله ايضا ستنطلي علينا ولا ينبغي ان تنطلي. نعم. علينا من جديد. نعم استاذ علي، اذا كيف نقرا يعني تصريح ولد الشيخ ويكتب بهذه الطريقه في الوقت الذي كما ذكرت الذي سلم للامم المتحده هو يعني السبع شروط التي جاءت يعني من منطلق من مشاورات مسقط التي ابتداها جمال بن عمر، الان يسير ولد الشيخ على نفس المنوال. جمال بن عمر يعني كان عندما سقطت العاصمه كان يقول نحن على اللي توصلنا الى اتفاق كبير، والحوثي يعني هناك يعني كل ما يكون هناك كلام عن اي اتفاق او التزام من قبل الحوثيين ننتظر هناك مفاجاه كبرى ونكبه كبرى ستحل باليمن وباليمنيين. للاسف الشديد انه ولد الشيخ يكرر نفس المنوال، يتحدث في واد والجماعه يتطرقون في واد اخر. نعم، إذا هي عبارة عن فسحة من الوقت كما ذكرت أستاذ علي، ابقى معي، سأنتقل إلى القاهرة مع أيضا المحلل السياسي الأستاذ عبد الله إسماعيل. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء الخير أخي. أستاذ عبد الله، أنت كيف تنظر لتوقيت موافقة الميليشيا للقرار الأممي؟ وكما ذكر الأستاذ علي زكري أنها عبارة عن مراوغات من أجل إعادة ترتيب أوراقها، وهم يعني يجهزون لشيء قد يكون يعني مثل سابقه من يعني التي قاموا بنقضها في الأيام السابقة، وهناك تجارب كبيرة مع ميليشيا الحوثي كلما اتفق الناس حول موضوع معين يعودوا من جديد لنقضه. يعني أولا في البداية دعني أقول أن وعلى مسؤوليتي الشخصية أن اليوم ولد الشيخ أعلن نفسه مبعوثا خاصا للحوثيين وصالح وليس مبعوثا أمميا، هو فقط يعني موضوع تحت سقف شروط الحوثيين وهو يتحرك تحت هذا السقف وليس تحت سقف القرار الأممي 22/16. الرجل يبدو أنه مصر على تسويق ما تناقش به هو والحوثيين دون يعني أي مشاورات مع أي طرف آخر، وبالتالي هو مبعوث للحوثيين وصالح لا أكثر ولا أقل. وأعتقد أن تحركه في هذه اللحظة هي فقط نتيجة للانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمأزق الكبير الذي تعيشه الميليشيات نتيجة لهذه الانتصارات. نحن نعلم وندرك جيدا وتعلمنا من الأيام أنه في أي ورطة أو مأزق تمر بها ميليشيات المخلوع وصالح وميليشيات الحوثي يتحرك المبعوث الأممي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولإعطاء الميليشيات فرصة للتحرك في إطارها ولملمة أوراقهم ومحاولة تجميع ما تبعثر، وبالتالي هي محاولة فقط لإنقاذ الحوثيين. نعم. أما ما تم الإعلان عنه فهو ما تم رفضه، هو محاولة للالتفاف على القرار الأممي 22/16 يفرغه من أهم ما فيه، يعني يفرغه من المحاسبة للمتورطين. نعم. يفرغه من ضرورة عودة الشرعية إلى اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي. نعم. تفرغه من قضية الأسلحة ويذهب إلى تسمية كل ما هو موجود من مقاومة وجيش وطني مثله مثل الميليشيات الحوثية، وبالتالي الأمر هنا خطير جدا ويجب أن ننتبه وألا نسوق على أن الحوثيين التزموا. نعم. بالقرار
الحوثيين فقط محاولة سيئة وتافهة، حتى أن من أرسل هذه الرسالة هو فقط مجرد متحدث باسم الحوثيين وليست قيادة الحوثيين، وهذا نعم. أمر مهم. وحتى رسالة المؤتمر الشعبي العام متحدث باسم المؤتمر الشعبي العام، وبالتالي لن نناقش هذه المواضيع لأنها نعم. لا تعني. إذن أستاذ عبد الله، نعم، برأيك كيف ستتعاطى الحكومة الشرعية مع هذه الموافقة والتي ولد الشيخ يسعى من أجل إنقاذ الميليشيا كما ذكرت، وهو نصب نفسه كما ذكرت محاميا عن الميليشيا؟ اليوم كان واضحا في لقاء الرئيس بمستشاريها مساء يعني التركيز وعلى ثبات موقف الحكومة الشرعية من تجاوبها مع كل دعوات السلام ووقف الحرب، ولكن بشرط هو أن يتم حل المشكلة جذريا، ولن يتم حل المشكلة جذريا إلا بالتنفيذ الأمين والصادق والفعلي للقرار الأممي بحذافيره وبخططه الموضوعة، ابتداء من الانسحاب دون شرط كل الأماكن التي تم اجتياحها، ثم تسليم الأسلحة وإطلاق المعتقلين، ثم بعد ذلك يؤسس للجلوس على طاولة الحوار لترتيب ما بقي من خطة نعم. أو من نقاط هذا نعم. القرار. أبقى معي أستاذ عبد الله، أعود إلى دبي مع الأستاذ علي الزكري. أستاذ علي، إعلان ولد الشيخ يأتي بعد يعني بموافقة الحوثيين، بعد أن ذهب الحوثيون بوفد رسمي وقاموا بزيارة إلى لبنان، التقوا بحزب الله وأيضا إلى روسيا وأخيرا إلى طهران. ما علاقة هذه الزيارة التي قاموا بها هذا الوفد بموافقتهم وإعلانهم يعني تنفيذ هالقرار؟ أولا أتفق تماما مع ما ذكره الأستاذ عبد الله يعني الوالد الشيخ وعن تحوله إلى مندوب أمين للحوثيين. أما أن يأتي هذا الإعلان وهذه الرسائل من قبل الحوثيين وعلي عبد الله صالح بعد زيارة ذلك الوفد إلى لبنان وغيرها وطهران وموسكو، أنا في تقديري أنه هناك يعني خطط موضوعة من قبل هذا الحلف الذي يضم موسكو وطهران ومسقط والحوثيين لتمييع القضية اليمنية وجر الناس إلى اتجاهات أخرى ومحاولة تفريغ عملية تحرير البلاد من نشوتها إن صح التعبير، وحرف مسار العمليات العسكرية بالدخول في عملية تفاوض سياسي تنسف كل ما قبلها وتنسف القرارات الأممية وتعود بنا إلى المربع الأول. نعم. هي نصيحة بالتأكيد إيرانية روسية تم الاتفاق عليها خلال هذه الجولة، وتم استخدام ولد الشيخ للترويج لهذه نعم. الاتفاقية. نعم أستاذ علي، إذا ربطنا يعني الأحداث التي حدثت بالأمس في محافظة عدن واستهداف الحكومة هناك، الميليشيا وعلي عبد الله صالح يلعبون يعني الرئيس المخلوع يلعبون على هذه الورقة أمام المجتمع الدولي بأن يعني داعش في اليمن وتنظيم القاعدة سينتشر، إلى أي مدى ستختمهم أم ترى أنها يعني حادث عرضي ولن يؤثر في مسار ما هو على الأرض من تحرك عسكري وسياسي؟ هو للأسف الشديد أنه هذه الأحداث التي تتم وهذه العمليات التي يقوم بها أحد أبرع الشر في اليمن، يعني الشر في اليمن متمثل بثلاثة أذرع، القاعدة والحوثيين وعلي عبد الله صالح. علي عبد الله صالح في القلب من هذا المحور يحركه كيف يشاء، وبالتالي أنا في تقديري أنه الأهم من كل من كيف سيؤثر هذا على مسار أو على الرؤية لما يحدث في اليمن هو أن يكون هناك جدية لدى الحكومة ولدى قوات التحالف في التعامل مع الأوضاع الأمنية ومع المدن التي يتم تحريرها. لا ينبغي أن يدرك الجميع أننا نخوض حرب وأن الطرف الآخر أيضا يخوض حربا شرسة ضدنا، وأنه يستخدم كل الوسائل القذرة والغير قذرة التي بأيديه، وأنه ما زال لديه هناك جيوب في المدن سواء في عدن أو غيرها. ولا بد أن ندرك أنه طالما بقيت تعز غير محررة فإن الحدود الجنوبية ستظل نعم. مهددة وأن نعم. عدن ستظل مهددة، وبالتالي علينا أن نتعامل بمنطق الحذر والحزم في آن واحد.
نعم. طيب استاذ علي، اذا يعني ما هي يعني الحجه التي تملكها الحكومه وايضا قوات التحالف بعد اعلان التحالف وايضا والرئيس عبد ربه منصور هادي بان القرار 22/16 هو يعني المرجع الرئيسي للتفاوض مع الميليشيا، وهم الان يعلنون الموافقه عليه كما ذكر ولد الشيخ، ما هي الحجه التي تملكها الحكومه اليمنيه والرئاسه وايضا القوات التحالف للوقوف امام المجتمع الدولي ويعني اظهار مغالطة الحوثيين الذين يبحثون عن طوق نجاة في الوقت الضائع إن صح التعبير؟ أنا في تقديري أننا لسنا بحاجة إلى حجة، ولسنا بحاجة إلى ذريعة. هناك واقع على الأرض يقول بأن الحوثيين انقلبوا على المسار السياسي، يقول بأن الحوثيين شردوا الدولة وشردوا الحكومة وشردوا الرئيس واستباحوا كل المحرمات داخل اليمن، ويقومون بجرائم إنسانية ضد اليمنيين المدنيين في مختلف المدن اليمنية كل يوم بل كل ساعة، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى ذريعة وإلى حجة لنؤكد للمجتمع الدولي أن هؤلاء ناس مجرمون وقتلة، لأن كل الدلائل تؤكد ذلك، وعلى المجتمع الدولي أن يفتح عينيه ليس أكثر ولا أقل. ليس علينا أن نبحث عن حجة للمجتمع الدولي، على المجتمع الدولي أن يبحث عن الحقيقة وأن يغير من أداء مبعوثيه وممثليه في اليمن. نعم استاذ علي، ابقى معي، ساعود ايضا الى الاستاذ عبد الله اسماعيل. استاذ عبد الله اسماعيل، حتى اللحظه لم نسمع يعني اعلان رسمي من الحوثيين بتنفيذ للقرار الاممي الا ما ذكره حزب المؤتمر التابع للرئيس المخلوع، والذي تمثل تمسكه ايضا بوقف ضربات التحالف ورفع الحصار، في المقابل هم ايقاف العمليات العسكريه على الارض. هذا التحفظ من قبل ميليشيا الحوثي والذي لم نسمع به الا عن طريق لسان مبعوث الامم المتحده، كيف تقرا هذه النقطه وايضا مواصله يعني معاركها وقصفها للمدن والمحافظات وكل جبهات القتال في اليمن؟ اسمح لي في البدايه ان اشير الى امر مهم فيما يخص العمليات الارهابيه في عدن. تفضل. اريد فقط ان انوه الى ان من اعلن عن تبني هذه العمليات هم ثلاثة يعني أوجه أو ثلاثة فرقاء. الحوثيون أعلنوا منذ اللحظة الأولى أن هذه هي عملية يعني قاموا بها على لسان أكثر من واحد، منهم القاضي قطران يعني، وكان واضحا في أنها عملية حوثية بامتياز. ثم بعد ذلك أعلن داعش فرع عفاش والحوثي مسؤوليتهم عن العملية. ثم أخيرا ياسر اليماني رحب بالعملية وتوعد العدنيين بعمليتين جديدتين ستستهدفان هذه المرة خورمكتر والتواهي في صفحته على الفيسبوك وبوضوح يعني. وإذا نعم. نحن نعلم بهذا، ندرك جيدا من هم الأطراف الذين يعني يختلقون داعش ويستخدمون الإرهاب في اليمن بشكل واضح. نعم. أما فيما يخص التحفظ الحوثي، الحوثيون أذكياء إلى حد كبير يعني، هم يحاولون الاستفادة من أي دعوات أممية ومحاولة الخداع يعني. هنالك أمر مهم في الحوثيين، الحوثيين جماعة إرهابية متطرفة، لكن لديها جناح مدني متغلغل في داخل السفارات اليمنية بالخارج، في داخل المنظمات العالمية التي تتحدث باسم اليمن، في داخل المؤسسة اليمنية الإدارية والعسكرية. هذا هو الفارق الخطير ما بين القاعدة مثلا التي لا تملك إلا جناحا عسكريا، وبين الحوثيين كجماعة متطرفة تملك وسائل إعلام، تملك أذرع إعلامية وأذرع سياسية، وبالتالي هم يشتغلون ويستفيدون من هذا الوضع بشكل جيد ويستخدمونه بشكل جيد. نعم. لكن طبعا هو ليس هنالك تحفظ. أعلن المتحدث باسم الحوثيين نفس الفكرة المؤتمر الشعبي العام، وأرسل رسالة للأمين العام، لكن يضمنها أنه يوافق على القرار الأممي بحسب البنود السبعة التي تم نقاشها بينه وبين نفسه يعني. هذه القرارات التي لا تخدم حل القضية اليمنية. نعم. هذه خدعة يجب أن لا يسقط أمامها اليمنيون ولا التحالف. لسنا بحاجة الآن إلى شغل أممي. الأرض والمعارك تقول كلمتها، والحسم العسكري في الطريق، وسيلي الحسم العسكري حسم سياسي. إذا أراد الحوثيون وصالح أن يكون لهم دور كجماعة أو كحزب في العملية السياسية اليمنية القادمة، عليهم الآن أن يعلنوا بوضوح قبولهم في القرار دون تحفظ
ودون شروط، والا فسنذهب الى حل عسكري وحسم عسكري سياتي. نعم. وسيلي حسم سياسي. نعم. ربما لا يجد نفسه الحوثي موجود في العمليه السياسيه القادمه. نعم استاذ عبد الله، اذا مصير الحسم العسكري الى اين سيذهب في حال مثلا تم اعاده العمل السياسي الى الواجهه، طبعا بدعم من القوى الاقليميه والدوليه التي تدعم ميليشيا الحوثي والمخلوع؟ انا في تصوري ان الحكومه الشرعيه ثابته في موقفها في موضوع الحل السياسي، وايضا التحالف ثابت في موقفه، لا حل الا بتطبيق كامل القرار الاممي 22/16، والا فان كل الدعوات تكون ليس لها اي معنى، وسيستمر الحسم العسكري حتى نهايته. نعم نعم استاذ عبد الله ابقى معي، اعود الى استاذ علي الزكري من دبي. استاذ علي، اذا انت كيف تقرا مساله الحسم العسكري في اليمن في حال ضغطت المجتمع الدولي او القوى الاقليميه والدوليه التي تدعم ميليشيا الحوثي والمخلوع في الرضوخ للحل السياسي؟ انا في تقديري ان هناك اراده كما ذكر الاخ عبد الله، اراده قويه لدى الحكومه اليمنيه، إرادة قوية لدى التحالف بعدم الانجرار إلى مهاترات ومغالطات سياسية، والمضي قدما في عملية تحرير اليمن. وهناك إدراك حقيقي لأنه هناك معارضة من بعض الأطراف في المجتمع الدولي، لكنها لن تكون مؤثرة ولا يمكن الالتفات إليها ولا لأي ضغوط. المجتمع الدولي إذا كان لديه أي ضغوط إذا يعني فهو بإمكانه أن يمارس هذا الضغط على الجماعات المتمردة، على الجماعات التي انقلبت على العملية السياسية، لا أن يمارس الضغوط على الحكومة الشرعية. ليس هناك من يستطيع الآن إذا توافرت الإرادة أن يفرض علينا أي إملاءات، وأنا أعتقد أن هذه الإرادة متوفرة كما ذكرت لدى التحالف ولدى الحكومة، ولن يكون هناك يعني موضوع الضغوط ليس له مكان من الإعراب في هذه المرحلة. نعم أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ علي زكري، كنت معي من دبي، وأعود بعودة أخيرة للأستاذ عبد الله إسماعيل من القاهرة. إذن أستاذ عبد الله إسماعيل، الحل والخيار الأنسب لليمن وللتحالف وللحكومة الشرعية من وجهة نظرك ما هو؟ ونختم به أستاذ عبد الله. إذا يبدو كمان أن فقدنا بالأستاذ عبد الله إسماعيل الاتصال من القاهرة. إذا أشكركم جزيل الشكر ضيوفي الأكارم الأستاذ علي الزكري المحلل السياسي كان معي من دبي، وأيضا الشكر للأستاذ عبد الله إسماعيل كان معي عبر الهاتف من القاهرة، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. نلقاكم إن شاء الله بحلقات جديدة من زوايا الحدث. إلى ذلك الحين أترككم، والوطن بألف خير. السلام عليكم.